انا عايز اضم صوتي للرجل اللي تحدث شويه وقال ان يجب تسجيل الشخصيه الفنيه دي بتاع مونيا في موسوعه جينيس، بس انا اسبابي عمليه بحته، وان الشخصيه الفنيه دي ملهاش نظير في السينما في العالم كله، هي الوحيده الوحيده، وبكرر الوحيده. يعني كل الاطفال اللي اشتغلوا في الشاشه بطلوا بعد شويه، اما بطلوا هم اطفال او بطلوا هم في مرحله المراهقه او بطلوا بعد مرحله المراهقه لما بقوا يعني بالغين ناضجين، بعد شويه بتبطلوا. الا الحاله، لان الاطفال وهم بيشتغلوا في السينما بيبقى عندهم مشاكل نفسيه عظيمه جدا جدا جدا، وشخصياتهم متعرفه حتى في علم النفس انها شخصيات انتحاريه. يعني ايه شخصيه انتحاريه؟ يعني الطفل بيبقى بيشوف نفسه ستار او سوبر ستار، وان في فلوس بتجري حواليه، بس الفلوس دي مش جايه له هو، اما رايحه لاهله او رايحه لمؤسسات اخرى، بس هو لا، فبيبتدي يقتل نفسه اما معنويا او ماديا. فدي حاله ما جاتش خالص لنولد خالص، وكملت في مرحله المراهقه ما كانش عندها اي مشكله، وكملت في مرحله البلوغ كامراه كامله النمو، وتعمل تنوع في الادوار وتفضل تحافظ على شكلها. هي الوحيده في تاريخ صناعه السينما في العالم. فانا اضم صوتي للاستاذ. يا استاذ محمود انا بشكرك قوي قوي قوي، وبشكر حبيبتي الهام، وبشكر ليلى علمي، هي مش موجوده المدام يسرى، الثلاثه دول اصحابي، ومنساش ابدا وقفتهم جنبي لما فقدت والدتي، ومنساش حبهم ليا، في عشره طويله بيني وبينهم. الهام وليلى ومدام يسرى يعني دول حبايبي، ومبسوطين بيا جدا ان انا اتكرمت. استاذ محمود انا بشكرك قوي قوي، بس عايزه اقول حاجه صغيره قوي. لما انا ابتديت يبقى عندي 13 سنه، بقى سن محير، ولا انا مدموزيل ولا انا طفله، استغربت ان امي شغلتني في فيلم اسمه النغم الحزين، اخراج الاستاذ حسن الصيف الله يرحمه، وبعدها قاضي الغرام برضو اخراج الاستاذ حسن الصيف. انا بعد ما ابتديت اكبر شويه، ابتديت عندي 16 سنه 17 طبعا، بقيت خلاص بقى مدموزيل، قلت لها يا امي انت غلطتي غلطه كبيره، شغلتيني وانا في سن المحير ده. قالت لي انا ما رضيتش اخليكي تبعدي عن السينما عشان الجمهور يتعود عليكي في جميع المراحل العمريه بتاعتك. وقتها ما خدتش بالي، لكن دلوقتي لما الاستاذ محمود اتكلم كان هي عندها حق، لان الاستمراريه لو انا كنت قعدت وبعدين طلعت كان يمكن شكلي يتغير. طول حياتي من طفولتي كنت بشيل هم، كنت خايفه قوي ان انا لما اكبر يعني ما بقاش طفله، الناس ما تسقفليش، الناس ما تتجاوبش معايا، اني ما اشتغلش. وكان كتير اسمعهم يقولوا ابتدت تكبر يمكن ما تشتغلش، وامي وابويا كانوا بيتكلموا في الحكايه دي. فانا دخلت عليهم قلت لهم ليه بتقولوا كده؟ انا هستمر وهفضل اسعد الناس واضحكهم، وكنت دايما ابص للجمهور.